75% من التجارة العالمية، 60% من دول العالم بتمثلهم هذه الدول قمة العشرين. مصر متواجدة للمرة الرابعة بدعوة من الرئيس البرازيلي للرئيس المصري. ماذا يعني تواجد مصر في هذا الحدث العالمي؟ ووسط كل ما يواجهه العالم وما تواجهه مصر من تحديات جيوسياسية واقتصادية وحدودية، الدنيا دي كلها ولكن مصر متواجدة وبقوة. ده اللي هنتناقش فيه مع ضيفنا اللي مشرفنا، دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق مشرفنا منورنا. شرف لنا، شكرا جزيلا أستاذ شنودة وتحياتي لكل المتابعين، شكرا جزيلا. خليني أتكلم مصر للمرة الرابعة وسط هذا الحدث الاقتصادي الكبير، وفي دولة زي البرازيل هي ومصر تتداملا في البريكس. تواجد مصر ده بيعني ايه تحديدا يا دكتور طارق؟ جميل، يعني زي ما حضرتك يعني ذكرت أستاذ شنودة، بالفعل يعني المرة الرابعة مصر تتواجد في هذا المحفل الدولي الكبير، قمة العشرين، أكبر 20 اقتصاديات في العالم، الأقوى والأكثر غنى والذي بيقود الاقتصاد العالمي، اللي بيقوده الاقتصاد العالمي متواجدين، فيتم دعوة مصر للمرة الرابعة، وهذه المرة الثانية على التوالي. المرة الأخيرة كانت القمة في الهند، الآن في برازيل، وتم دعوة فخامة الرئيس السيسي. يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه هذا الاهتمام بالدولة المصرية، هذا الثقل الاستراتيجي للدولة المصرية، هذه القوة السياسية للدولة المصرية، أنها ركيزة الاستقرار، أنها يعني داخلة في كل هذه الدوائر. إذا ما أردت أن تلج وتدلف تدخل في الدائرة العربية عليك بمصر، الدائرة الإفريقية عليك بمصر، الدائرة المتوسطية عليك بمصر، الدائرة الإسلامية عليك بمصر، كل الدوائر تمر عبر هذا البهو الفرعوني مصر. صحيح. نعم. صحيح. خليني أتكلم برضو مع حضرتك دكتور طارق عن الشراكات، وهل ممكن تواجد مصر في هذه الشراكات؟ وفي دول طبعا مشتركة بيننا زي البرازيل وزي الهند وزي الدول اللي هي معانا في البريكس، فهذه التحديات الاقتصادية كيف تستطيع مصر أن تشق طريقها اقتصاديا وتعمل عملية تسويق لنفسها اقتصاديا بكل اللي هي عملته من بنية تحتية، طرق، مواني، استعدادات، صناعة، كل الكلام ده كله احنا هنا، احنا مصر وموجودين، دي نحسها ازاي او نشوفها ازاي؟ هذا هو يعني عين ما تقوله، هو الذي يتمثل في هذه الزيارات وهذه الاتصالات وتلك اللقاءات في دبلوماسية القمة التي يقودها الرئيس السيسي. فهو متواجد الآن في هذه القمة لتسويق كل ما تفضلت به من مفردات، ما قامت به مصر من إصلاح اقتصادي وإصلاح مالي وبنية تحتية وبنية تشريعية، وكل الذي تحقق مواجهتها للتطرف والإرهاب، هذه النهضة التي حدثت. مصر لم تعد يعني مصر الضيقة قديما في هذا الشريط المحاذي لنهر النيل، وإنما مصر أصبحت يعني أمصار فالعاصمة الإدارية الجديدة ومدن جديدة مناظرة لكل المدن والمحافظات والأماكن التقليدية. مصر يعني مصر اتسعت، وهذه المشروعات العملاقة ومشروعات الطاقة وكل هذه الأمور التي فيها تلك الطفرة الاقتصادية وذلك الاستعداد لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية. ولكن لا شك أنه في تحديات، طبعا تحديات كبيرة، بهذه التحديات تحديات العالم كله ينوء بها، ومصر جزء لا يتجزأ من هذا العالم. ولكن عندما تجد مصر بالفعل كما تفضلت عضو فاعل وانضم للبريكس، وقمة العشرين تدعو مصر، والصين دائما ما ترحب بهذه العلاقات الاستراتيجية مع مصر، اليابان ترفع العلاقات الاستراتيجية مع مصر، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، الهند، البرازيل، إيطاليا، العالم كله، هل هذا مجاملة؟ لا، وإنما هو تأكيد لهذا الدور وهذا الثقل وهذه الإمكانيات الكبيرة والقدرات الفائقة التي تبشر بها الدولة المصرية. مصر يعني الآن هي تربة خصبة واستعداد. صحيح. لتلقي كل تلك الشراكات والاستثمارات وانطلاقة الدولة المصرية رغم كل هذه الأزمات ورغم كل هذه التحديات. صحيح. تحدث سيادة الرئيس في سياق كلمته عن التحديات السياسية والصراعات، وإنها معوق لكتير من المشروعات والشراكات. هل ازاي
تستغل او ازاي نستفيد من هذا التواجد الدولي ان احنا نحرك زي القضيه الفلسطينيه اللي بيحصل في غزه اللي بيحصل في لبنان، لان ده احنا مأذيين منه وكفايه. يعني يعني مش عايز اقول اقل ضرر، بس من اكتر الحاجات اللي مصر متاثره بيها قناه السويس والمناطق الحدوديه المشتعله. ويوي استفادت مصر واثاره سياده الرئيس لهذه القضايا في هذه المحافل الدوليه. اثاره السيد الرئيس لكل هذا يعني من شأن ان ينبه ويحذر المجتمع الدولي ان يطلع بمسؤولياته في حفظ السلم والامن الدوليين. بمعنى اصلا يعني فكره القوه الغاشمه لا تحقق استقرارا، لا تجلب امنا، ولن تجلب يعني رخاء او تنميه او فرص للحياه، فلا بد من الاستقرار. يعني دونالد ترامب آتي في 20 يناير القادم، طيب ويقولون اختار سكرتاريا واختار وزراء يعني لهم هذا الولاء للدولة الإسرائيلية ولهم يعني من شأن أن يكون له آثار سلبية ومؤشرات غير إيجابية على القضية، تخوفات عند البعض. نعم، لكن أنا أرى العكس. دونالد ترامب، أنا معاك يا دكتور، دونالد ترامب رجل تاجر، دونالد ترامب رجل صفقات، دونالد ترامب شهبندر تجار العالم. صحيح. انت عشان تبقى تاجر وتحقق صفقات وعايز، انت بتقول اتفاقات سلام مع عملت مع دبلوماسي ناجح. الله ينور. يعني انت دلوقتي اتفاقات سلام مع البحرين، مع السودان، مع الامارات، مع المغرب، والخطوه القادمه مع المملكه العربيه السعوديه. طب ده لن يتاتى الا بوقف اطلاق النار وبالتسوية وبتخفيف التصعيد، وإنه يبقى في مسار غير قابل للتعديل أو التبديل أو المراوغة منه في سبيله وفي نهايته إقامة الدولة الفلسطينية. والتاجر يعني خد وهات، أخذ وعطاء. طب العرب هيدوا لك أوكي الوفرات المالية والطاقة البشرية والسلام والتطبيع، طب ماذا سيأخذون العرب وماذا سيأخذ الفلسطينيون؟ القمة العربية الإسلامية الاستثنائية ولأول مرة كان فيها ذلك الإجماع، وحضور الحضور الإيراني، الحضور التركي، حضور بشار الأسد، الكل أجمع على أنه لابد من وجود دولة فلسطينية. من غير دولة فلسطينية لا يمكن لهذه المشروعات الترامبية أن تنجح. لكي تنجح لابد عليه أن يمارس ضغوطا على إسرائيل. يعني هي حقوق عربية فلسطينية شرعية مشروعة، هم سموها بقى تنازلات إسرائيلية، يعني سموها تنازلات إسرائيلية، سميناها نحن العرب حقوق عربية مشروعة، أيا ما كان المسمى، لابد من أن يكون هناك مسار يصل بنا إلى إعلان الدولة الفلسطينية، إلى حل الدولتين. ليس كلاما وإنما كلام الساسة جو بايدن وهذه المراوغات، لكن دونالد ترامب رجل يعني سياسته سياسة واضحة مكاشفة، يعني عرق وسيح دمه باللهجة المصرية، هو واضح لا يراوغ كالديمقراطيين. صحيح. ما بين اليمين الأوروبي الصاعد في العديد من الدول الأوروبية، وما بين عودة ترامب للمشهد، وبين هذه الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، هل يمكن أن يحدث هذا تحركا في المياه الراكدة على المستوى السياسي فينعكس على الاقتصادي من نفس الزاوية اللي حضرتك بتقولها؟ بالفعل. يعني هذا هو الخلاف. يعني اتصور انت يعني في الامر يعني في ظاهره العذاب، لكن في باطنه الرحمه، بمعنى انه الاداره الديمقراطيه كانت تجيد المراوغات وكانت تتبع اسلوب او سياسه او مقاربه او استراتيجيه دعوه يحترق في الفرن، يعني سيبه لما يقع لوحده، مراوغات ويعطوك يعني الكلام المعسول والتصريحات، نحن مع الدوله الفلسطينيه، نحن مع حل الدولتين، لكنهم لا يقدمون ولا يؤخرون. لكن دونالد ترامب مقاربته مقاربه فيها ذلك الوضوح. ان كان في البداية يبدو أن سيكون هناك ثمة ضغوط على الفلسطينيين، ضغوط ومن أجل يعني دعم لا محدود أكثر للإسرائيل، للدولة الإسرائيلية، لكن رجل الصفقات يدرك أن أي صفقة لكي تتم لابد من أخذ وعطاء، ولابد من إعطاء مقابل، ولابد من إعلان الدولة الفلسطينية. هذا هو السبيل لتحقيق الاستقرار، لتحقيق التنمية، ليكون هناك رخاء، لكي هناك مشروعات فيها دونالد ترامب وفيها الإسرائيلي وفيها الأطراف العربية. العرب لكي يدخلوا في هذه الشراكات مع إسرائيل والولايات المتحدة لابد أن يتم تقديم حل الدولة الفلسطينية، حل الدولتين. وهذا ليس تفضلا ولا منا، وإنما هو الأساس والإنفراستراكشر، البنية التحتية لإقامة مثل هذه المشروعات.
وأيضا هو تنفيذ للقرارات الدولية. دونالد ترامب لا يهمه ولا يعنيه ولا قرارات دولية ولا مرجعية دولية، وهذه الأمور لا يكترث بها، لكنه يكترث بالإنجاز، بالنجاح، بتحقيق يعني ما فشل وعجز عنه الآخرون، وهو يسعى إلى أن يكون يعني خلاص هذه الفترة الأخيرة لولايته، فإذا هو يسعى لكي يكون يذكره التاريخ، يحصل على نوبل للسلام، يحقق ما ما ما, ما أخفق الآخرون من زعامات في تحقيقه. فأتصور أن رجل الصفقات ورجل رجل التجارة يستطيع أن يفعلها. لم يغفل سيادة الرئيس في كلماته ما تواجهه بعض الدول من الفقر والجوع، ودول كتير في أفريقيا شقيقة لينا بتواجه، وفي لقاءات كتير كان للرئيس مع قادة أفارقة بيتكلم في هذا الموضوع. إزاي نقدر نواجه ده، ودور مصر في هذه النقطة تحديدا؟ يعني الرئيس السيسي تنبه إلى ذلك مبكرا من خلال هذه المشروعات، سواء كان مشروع حياة كريمة، هذا المشروع العملاق الذي يتعامل مع 60 مليون مصري، فيما يتعلق مع القرى الأكثر فقرا، أتصور أنه بيتفق ويقف على نفس الأرضية التي يقف عليها الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا فيما يتعلق بضرورة مواجهة هذا الفقر وهذا الجوع. لذلك تنضم مصر وتعلن انضمامها النهار اليوم في ذلك التحالف الدولي لمجابهة الفقر والجوع، لأنه هو أحد الركائز أو المرتكزات الأساسية لتحقيق هذه التنمية المستدامة. كيف يمكن أن تتحقق تلك التنمية المستدامة؟ وكيف يمكن أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الـ AI وهذه الثورة الرقمية وكل هذه المفردات المستجدة وهناك ذلك الجوع وهذا الفقر المدقع الذي يعاني منه الملايين، إن لم يكن يعني مليارات، مئات الملايين إن لم يكن مليارات من البشر؟ إذن على العالم أن يعني ينضم وينضوي تحت هذا اللواء التحالف الدولي لمجابهة الجوع والحرمان والفقر. يا دكتور طارق، تعالى ندخل شوية في الحتة دي اللي حضرتك برضو وضحتها لنا أكتر. مؤسسات التمويل الدولية عندما تسمع هذا وهي رسالة من مصر والفقر والجوع، يعني زي البنك الدولي، صندوق النقد، ما هم دول اللي بيتعاملوا مع هذه الملفات، تأثير ده عندهم إيه؟ يعني النهاردة الدول اللي بتحتاج هذه التمويلات، الدول التعامل مع التحديات، مش هتكلم كمان على مصر لوحديها، دول كتير يمكن إحنا حالنا أفضل من بلاد كتير، ولكن هل تلقى هذه النداءات صدى عند هذه المؤسسات، ولا هي ماضية في سياستها كغيرها؟ يعني أحيي جدا أستاذ شنود على هذا السؤال، سؤال يعني بأمانة أكثر من رائع. يعني فعلا هذه المؤسسات هتقعد بقى تقول لي أنت بتكلموني مجابهة الفقر الجوع، يعني المؤسسات التمويلية دي والسياسة الدولية هم إيه علاقتهم بالكلام ده؟ الكلام بقى اللي هو الكلام الرومانسي، الكلام اللي بيتكلم عن الخير والجمال والمحبة ومساعدة الفقير، الكلام ده يبدو أنه كلام ديني، كلام اجتماعي، كلام مش اقتصادي. لا، أنا شايف العكس بقى. الكلام ده هو في صميم الاقتصاد. الغني، الدول الغنية والدول المتقدمة من مصلحتها أن تساعد الدول المتعثرة والفقيرة، ليس منة، ليس تفضلا، ليس عملا خيريا، وإنما عمل اقتصادي. لأن أنت أيها الغني، أيها الدول المتقدمة التي تقود اقتصادات العالم، عندما تتعثر الدول الفقيرة، معنى تعثر الدول الفقيرة معناها إفلاس الدول الفقيرة، عدم قدرتها على الشراء، عدم قدرتها على الاستهلاك، عدم قدرتها على تلقي المساعدات والمنح والقروض، عدم قدرتها على تسديد فوائد المدفوعات. إذن الكل سيقف، الكل سيتعطل. إذن هذا عطب بالاقتصاد العالمي، عطب للمصدر، المصدر لن يستطيع، المصنع لن يستطيع، كل هذه الدوائر ستتوقف. إذن من مصلحة المصدر، مصلحة الغني، مصلحة المتقدم أن يساعد المتعثر، وكما أكد الرئيس السيسي عليهم أن يقدموا هذه القروض الميسرة. ليس هذا فقط، وإنما عليهم أيضا أن يعملوا على توطين التكنولوجيات وأن يساعدوا هذه الدول، لأن هذه الدول هي التي فيها الاستهلاك، فيها المستهلكون، فيها الحلقات المهمة القادرة على إدارة وعمل وعدم توقف الدولاب الاقتصادي العالمي، لأنه إذا تعثر سيقف، سيكون الركود، سيكون الركود، وستكون الأضرار الجمة التي لا قبل للاقتصاد العالمي بها. صحيح. وقديما يعني أساتذة القانون التجاري حدثونا أنه في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي في مصر، عندما كان التجار اليهود هنا يعني يجدون متعثرين،
فماذا يصنعون مع المتعثرين؟ هل يقومون برفع دعاوى إفلاس؟ دعاوى الإفلاس ستكون قسمة الغرماء وستأخذ قسطا بسيطا نسبة قليلة، ولكن كان اليهود وهم أساتذة في المال وهم سدنة الاقتصاد والمال كانوا يصنعون ماذا؟ كانوا يساعدون المتعثر، التجار المتعثرين، التجار الذين يعني قاب قوسين أو أدنى. نعم بيساعده وبيساعد نفسه. نعم عندما يساعده ويساعد نفسه. هذا المنظور نعم تمام. هذا ما صحيح حدث. تمام خليني برضو أروح لما يدور في ذهن وعقل في ذهن وعقل المشاهد اللي بيتفرج علينا. يقول لك انضمينا للبريكس ومصر بتشارك للمرة الرابعة في مؤتمر العشرين، تأثير ده علينا احنا كمصريين هنلمسه امتى؟ انا عايز اشوف ده في شراكات، عايز النهاردة احنا فرحانين بشركة النصر، انا عايز 6-7 شركات زي النصر، لان المغرب فيها صناعة عربيات، عندي منسوجات، عندي تجارة، عندي قناة السويس، عندي سياحة، عايز اشوف الحاجات اللي عندي دي واللي اتصرفت في المحافل الدولية مردودها عليا، وحق المواطن نعم. انه يفهم. يقولك فخورين برئيسنا وفخورين بدولتنا، بس عايزين التزاماتنا واللي علينا ودنيتنا بعقلية المواطن المصري. عقلية المواطن ومعه حق ومعه كل الحق، ولكن الدول لكي تبنى أولا بنحافظ على الدول الجارة تشظت وانقسمت وتفتتت المؤسسات الشرعية الوطنية، لكن مصر حافظت على ترابها الوطني وجابهت التطرف والإرهاب ودخلت هذه الحروب والمواجهات، ومع ذلك قامت بهذه البنية التحتية. فكل ذلك يأخذ وقتا، يعني كالطالب أو كالتلميذ يمر بمراحل، مراحل الإعداد ومراحل التهيئة، يعني لكنه لا يجوز له، وهل عقلا يجوز أن يصبح التلميذ فجأة طبيبا جراحا؟ لابد من مراحل، مراحل دراسية ومراحل مذاكرة ومراحل تحمل ومراحل استعداد، ومصر خاضت وتخوض هذه المراحل، وهذه الهيئات الدولية تشهد بهذه الطفرات التنموية التي حققتها الدولة المصرية بالإصلاح المالي والاقتصادي الذي حققته الدولة المصرية. أيضا عندما يعني يضمون مصر كعضو فاعل في البريكس، فهذا تقدير لما تم في الدولة المصرية، وعندما يدعون مصر في قمة العشرين، وعندما يدعون مصر في كل تلك المحافل الدولية، وعندما يلهثون على نسج العلاقات الاستراتيجية مع الدولة المصرية، هذا ليس مجاملة لمصر وليس حبا في سواد عيون مصر، وإنما هو وجهة نظر واستيثاق وتأكد من أن هناك مكامن قوة وقدرات اقتصادية في هذه الدولة يمكن الاستفادة منها، وفي العلاقات الدولية هي إفادة واستفادة. صحيح. كما تستفيد لا عليك أن تفيد، هذا هو التوازن. صحيح. هذا هو التوازن في هذه العلاقات الدولية. صحيح. دكتور طارق خليني يعني في الدقيقة ونص المتبقية من وقتنا أخذ من كلمة سيادة الرئيس ورسائله، هو يعني العالم كله يتحد في وجهة الجوع، هل يمكن أن يأتي هذا اليوم؟ ولا احنا الرئيس، طبعا انا مش بقلل من كلام الرئيس، الراجل بيعمل دوره بره وجوه، ولا احنا الراجل بينفخ في قربه مقطوعه، ولا ممكن يجي يوم وهذا الضغط نشوف حاجه ايجابيه؟ لا، هذا الضغط، وهو رئيس اكبر دوله في هذه المنطقه، وبيلتقي مع نفس هذه الافكار وهذه الرؤى مع الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، فهناك ذلك التقارب، وأتصور أن مجموعة البريكس ومجموعات الدول الناشئة ترى أنه بالفعل لابد من مجابهة هذا الجوع وهذا الفقر وذاك العوز، وجدناه في البرازيل، في الأرجنتين، في الصين وروسيا، وبالفعل يعني في دولة كالصين هناك مئات الملايين ارتفعوا من فكرة تحت خط الفقر إلى درجات أعلى في السلم الاجتماعي نتيجة تلك التطورات والنهضة الاقتصادية الصينية. فأتصور أن هذا يعني ليس ببعيد، قد يكون قريبا، وهو مهم جدا ليس فقط من الناحية الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية، وإنما أيضا له مردوده من الناحية الاقتصادية والسياسية. وبتذكر يعني في الدقيقة ونص فعلا، وأيضا في الدقيقة ونص فكرة درجة الحرارة. صحيح. دقيقة أو درجة ونص. صحيح. يعني هذه القمة يسمونها قمة الدرجة ونصف، يريدون بالصدفة. بالصدفة يريدون أن تنتقص يعني درجات الحرارة في هذا الكوكب. أيوه. درجة ونصف، قمة الدرجة ونصف مع في آخر الدقيقة ونصف.
شرفتنا ونورتنا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدوليه. شكرا ليك يا فندم. شكرا استاذ شوقي, سعدنا بهذا الحوار الممتع معك. شكرا جزيلا استاذ شوقي, تحياتي. ما بين قمه العشرين وما استتبعته وتصريحات سياده الرئيس والتحديات اللي بتواجه الدول وتواجه العالم في المرحله القادمه, كانت هذه الفقره. بدانا البرنامج بتهنئتنا لابينا ورعينا وبطرقنا قداسه البابا تواضروس, بابا المحبة والمحب والمقدر عند كل جموع المصريين, على رأس كنيسة مصرية وطنية مؤسسة عريقة أبائية بدأت من ماري ماركوس الرسول وصولا إلى قداسة البابا تواضروس ربنا يديله الصحة. الكنيسة المصرية مؤسسة وطنية عريقة, على رأسها شخصية تتسم بالعديد من الصفات الجميلة, كل المصريين فخورين بيه. مرة تاني بنقول لقداسة البابا كل سنة وقداستك طيب يا قداسة البابا, وإلى منتهى الأعوام تصبحوا على ألف خير.